المركز الألماني لإبادة الحشرات رقم 1 في مصر. 19758. المركز الألماني لإبادة الحشرات والقوارض بيستخدم أفضل أنواع مبيدات الصحة العامة والمعتمدة من وزارة الصحة المصرية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية WHO، ولأن العاملين فيها مدربين على تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة IPM Integrated Pest Management في جميع المنشآت العامة والخاصة في أسرع وقت. بقينا رقم 1 في مصر. يقوم المركز الألماني لإبادة الحشرات الزاحفة والطائرة والفئران بفريق عمله المتكامل بالانتقال حسب الجدول الزمني الخاص بكم للتخلص من هذه الحشرات والفئران أينما كنتم. شقق، فيلات، مصانع، قرى سياحية وغيرها من المنشآت العامة والخاصة بأفضل الأسعار وبالضمان. أيوة، بالضمان. وكمان بنعمل لكم المتابعات اللازمة للحفاظ على حماية المكان من وجود أو دخول الحشرات أو الفئران مرة تانية، بدون رسوم إضافية، بدون رسوم انتقال. المركز الألماني لإبادة الحشرات رقم 1 في مصر. 19758. بسعر المكالمة العادية من جميع أنحاء الجمهورية.